أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ندوة أشبه بالمكاشفة والتكلم بدون أي تحفظ عن الأخطاء التي مرت بها المعارضة السورية في جميع المفاوضات السابقة وصولا إلى الرياض 2. ما الأخطاء التي مرت بها المعارضة السورية في مشوارها التفاوضي؟ وما هي الدروس المستفادة من هذه الأخطاء؟ وكيف سيكون أداء المعارضة في الجولات القادمة؟ هذا ما سنناقشه في ملفنا الأول لحلقة اليوم. وفي ملفنا الثاني المعارك الثلاثية بين هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة وقوات النظام في ريف حماة الشرقي. ماذا يريد النظام من تصعيده هناك؟ وكيف يتقدم التنظيم هناك ضمن هذه المعركة المركبة؟ وهل ستصمد الهيئة طويلا أمام جبهتين؟ أهلا بكم من جديد. أقامت منظمة مدنيون للعدالة والسلام ندوة حول مسارات المفاوضات السورية الخميس في ولاية غازي عنتاب التركية وبمشاركة عدد من أعضاء وفد الرياض 2. وتحدث المشاركون عن مسارات المفاوضات منذ جنيف 1 وحتى اللحظة. عدسة حلب اليوم كانت حاضرة هناك وكنت أعددت هذا التقرير. موضوع المرجعية، نحن من 7 سنوات حتى الآن وجدنا مرجعية، استطعنا نوجد جسم يكون هو إنه مرجعية. غياب المرجعية عبارة كانت القاسم المشترك بين جميع مداخلات أعضاء مؤتمر الرياض 2 في الندوة التي أقامتها منظمة مدنيون للعدالة والسلام حول مسارات المفاوضات السورية. فطرحنا موضوع قراراتنا كانت دائما آنية وفي الربع الأخير، وهذا يدل على غياب الاستراتيجية لدينا كوفد مفاوض في كافة الجولات. هذا ما قاله الأستاذ خالد أبا عضو مؤتمر الرياض ورئيس المكتب السياسي للجبهة الشامية، مؤكدا على أن ضياع الكثير من الفرص كان بسبب عدم اغتنامها أثناء المفاوضات، مضيفا أن اختلاط الدور السياسي بالدور الإداري أدى إلى نتائج ضعيفة في الجولات السابقة ولا ترقى لتطلعات الشعب السوري. لكن الجانب الإيجابي للأداء التفاوضي لم يغب عن الندوة، فوفد الرياض 2 لم يتنازل عن ثوابت الثورة السورية رغم تنازل بعض المنصات. كمنصة واحدة اسمها منصة سوريا، ولم يكن هناك منصات متعددة. ربما في القليل البعض حاول أن يثير بعض الإشكالات، لكن كان القرار حاسما أن سوريا منصة واحدة، الشعب السوري واحد، لا وجود لنظام مجرم، نظام قاتل في مستقبل سوريا من بداية العملية الانتقالية. الدور القانوني لم يغب عن الندوة ليؤكد على الجوانب الهامة التي ينبغي على وفد المعارضة التركيز عليها والتمسك بها في الاستحقاقات القادمة. الدستوري يركز على النص الدستوري، الملف الوحيد الذي يتولد عنه باقي الملفات هو ملف الانتقال السياسي، وهو الذي يركز على عملية انتقال سياسي حقيقي للسلطة. لذلك من هذا المنطلق أي مؤتمر يلحظ الانتقال السياسي فهو في مصلحة الثورة، وأي مؤتمر لا يلحظ الانتقال السياسي فهو معادي لمصلحة الثورة، وبالتالي هو التفاف على مصلحة الثورة. تفنيد إذن للأخطاء والثغرات التي وقعت بها المعارضة السورية خلال السنوات الماضية من طريق المفاوضات الشائك والطويل. ليبقى السؤال، هل استفادت المعارضة من الدروس السابقة في السنوات العجاف التي لم تقدم للشعب السوري سوى الأقوال والوعود؟ دائما في كل شيء احنا متأخرين. وينضم إلينا هنا في الاستوديو للنقاش الأستاذ حسن النيفي المحلل السياسي والكاتب أيضا. أهلا بك في استوديوهات حلب اليوم. تحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي، سينضم إلينا من الرياض. أهلا بك سيادة العميد. مساء الخير لك وضيفك الكريم. يا مساء النور. أبدأ معك سيادة العميد، أنت شاركت في مؤتمرات الرياض، كيف تقيم أداء الوفد في الرياض 2؟ مداء
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تحدثنا بشفافية عن تقييم أداء الوفد سواء كان الوفد السابق أو الوفد الحالي أو حتى الهيئتين سواء الهيئة السابقة أو الهيئة الحالية. يمكن نقول أن هناك كثير من السلبيات وأيضا يعني لا بأس من الإيجابيات، أهمها يعني الهيئتين أو الوفدين ضرورة التقيد، وإن كانت نسبة التقيد بالهيئة العليا أو الوفد الماضي ربما تزداد قليلا عن هذا الوفد أو هذه الهيئة، نسبة التقيد بقضية ضرورة رحيل هذا النظام الفاجر قبل بدء العملية الانتقالية، فكان هناك يعني إصرار وحزم وعزم ونوع من يعني حتى من الرفض للعقوبة الدولية ورفض لكل يعني الأفواه والنداءات التي خرجت من هنا وهناك والتي كانت تطالب ب يعني تجاوز هذه النقطة أو تخفيف من صداها من حدتها. كان يعني مؤتمر رياض الأول والثاني بنفس الوتيرة، كانت الهيئة العليا السابقة تتميز بالحدة يعني بنسبة 100%، هذه الهيئة والوفد هذا أعتقد أن نسبة هذه الحدة أقل من تلك، وإن كانت ما زال الهدف المعلن هو يعني قضية رحيل هذا النظام قبل بدء العملية التفاوضية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، حقيقة ما تميزت به الهيئة السابقة وإن كانت هناك بعض حاسوسية حصص ومقاعد ومراصد وكراسي وسباق حول يعني الوصول إلى هذه المكاسب، لكنها كانت في المجال الضيق، يعني يمكن القول أنها كانت بنسبة لا تتجاوز 40% أو 30%. اليوم نحن نتحدث عن نسبة 80 أو 85% من الهيئة الحالية ومن الوفد الحالي قضية يعني محاصصات ويعني حسابيات وأولويات ومحسوبيات ومناصب، فهذا أعتقد له يعني نتائج سلبية على طريقة التفاوض وعلى نتائج التفاوض وعلى يعني حتى مبدأ التفاوض. إن قلنا مبدأ التفاوض كان هو جنيفا للمرجعية 2018، لأن هذا المبدأ بدأ ينشر قليل من الشوائب التي قد تؤثر عليه، وبالتالي عندما نتعرض أمامنا مبادئ الحل السياسي أو الإطار كما يسمى، أعتقد نحن اليوم في يعني في مشكلة كبيرة جدا. هذه المشكلة تتعلق بفقدان إلى حد ما فقدان المهنية أو غياب المهنية، لا أقصد هنا غيابها كاملا، لكن بالتأكيد هي في المستوى التفاوضي هي أقل من المستوى السابق. النقطة الثالثة أيضا، يعني حقيقة ما جرى في مؤتمر رياض 2 بعد عملية المؤتمر يعني بعد إصدار البيان الختامي، والذي أنا أعتبره أنه ورقة جيدة جدا، ورقة يعني اتفق عليه كل السوريون، أعتقد ما جرى بعملية انتخاب يعني أعظم عن قضية الهيئة العليا أو لفظ، أعطت صورة على السوريين صورة سيئة جدا للثورة السورية أو لمن يمثل الثورة السورية. وأنا أقول ليش من الجميع من يمثل، يعني حاشا لله أن يكون هؤلاء جميعهم، وإن كان قسما منهم يمثل الثورة السورية، لكن حاشا لله أن يكون جميعهم ممثلين، لأن إن كان هؤلاء هم الممثلون الحقيقيون للثورة السورية فتلك الطامة الكبرى على ما جرى حقيقة من يعني منافسات تجاوزت حدود الأدب والإحترام وتجاوزت سنتحدث يعني الأحقية أو الأول. نعم، سأتحدث عن هذه النقطة وعن المستقلين تحديدا والتزكية التي حصلت، لكن اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي هنا في الاستديو الأستاذ حسن. أستاذ حسن، أنت كنت هناك في الندوة وكنت من المداخلين أيضا فيها، ما قصة المرجعية؟ الكل أجمع على غياب المرجعية لدى المعرض السوري. يعني بصورة عامة تناولت هذه الندوة مجمل مسار جنيف، ولو أنها ركزت أو تمحورت حول مؤتمر رياض 2 وما تمخض عنه. لقد تم النظر إلى مؤتمر رياض 2 وما تمخض عنه من انتخاب هيئة للمفاوضات من زاويتين اثنتين. الزاوية الأولى هي الزاوية التنظيمية، أي من خلال الإطار التنظيمي، والزاوية الأخرى من خلال مخرجات هذا المؤتمر. يمكن القول بكل تأكيد أن ما الكيفية التي تمت بها الدعوات والجهات التي وجهت لها الدعوات، الآليات التي تمت الانتخابات على أساسها، ثم الآلية التي أفرزت هيئة التفاوض، هذه كلها كانت محط ملاحظات، وفي الحقيقة هي ليست مجرد أعراض. يعني المشكلة نحن التي نواجهها ما نرى
في هكذا مؤتمر وفي المؤتمرات السابقة أيضا هي هذه أعراض وليست أسباب، بمعنى إذا يعني بنفس الآليات تكرر انعقاد هذا المؤتمر سوف يفرز نفس النتائج. المشكلة أو الزاوية الثانية التي تم النظر إليها إلى هذا المؤتمر أيضا هي من زاوية المخرجات. نستطيع القول كما تفضل سيادة العميد قبل قليل إن البيان الذي صدر عن مؤتمر رياض 2 يعني يلبي إلى حد ما تطلعات السوريين، يحافظ على ثوابت الثورة، لا يفرط بقيم الثورة، ولكن الإشكالية هي الرهان على الوفد المفاوض. دائما البيان أو الوثائق يحملها رجال وهي تستمد قيمتها ممن يحملها، فهل يستطيع هذا الوفد المفاوض أن يحافظ على هذه الوثيقة أو على المحددات والثوابت التي انطوت عليها هذه الوثيقة؟ هذه هي أيضا إشكالية. هاتان الإشكاليتان هما اللتان كانتا محور نقاش ندوة مسارات. طيب بالعودة إليك سيادة العميد، سيادة العميد تحدث العميد، سيادة العميد هل أنت معنا؟ سيادة العميد نعم أنا معك تفضل. طيب تحدث العقيد عبد الجبار، تحدث العقيد عبد الجبار العقيدي عن غياب الكفاءات لتحضر مكانها الأقليات في إشارة منه إلى لوائح المستقلين، لماذا برأيك حدث هذا الشيء؟ طبعا لدينا فاصل، سأنتظر منك الإجابة بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقى معي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم ثنايا الخبر. سيادة العميد سألتك قبل الفاصل، العقيد عبد الجبار العقيدي تحدث عن غياب الكفاءات أو تغييب الكفاءات أو إحضار الأقليات في لوائح المستقلين على حساب الكفاءات، لماذا حدث ذلك برأيك؟ أنا أعتقد أنني قبل قليل ذكرت يعني نقطتين فيما يتعلق بالهيئة والوفد، قلت من السلبيات أولا يعني إعطاء قضية أو ناحية مهمة قضية التحاصصية وقضية الموالاة والحسابات والأقليات يعني الجانب الأكبر أو الأهمية الكبرى، وهذا ما انعكس سلبا على الوفد وعلى الهيئة أنها تفتقد إلى المهنية الحقيقية المطلوبة لقضية التفاوض، المهنية السياسية والمهنية القانونية والمهنية الدبلوماسية. هذه المهنية كانت هي من المفترض أن تكون العمود الفقري للوفد، ولذلك عندما نتحدث حقيقة على أن هذه يعني النسب الذي أعطوها يعني المستقلين، الحقيقة كثير من المستقلين ليسوا مستقلين، من أعطوها لهيئة التنسيق عناصر جديدة ألحقت بهيئة التنسيق، وكأن الجميع كان ينتظر هذه اللحظة حتى يعتلي كما يقال صهوة أو كرسي من الكراسي في الهيئة العليا. أيضا فيما يتعلق حقيقة بقضية المراصات كانت وباء كبير على المؤتمر والمؤتمرين، ولم يلتزم أحد من هؤلاء جميعا، يعني لم يلتزم أحد لا من المستقلين ولا من المراصات ولا من هيئة التنسيق ولا من، رغم أن يعني الحقيقة يجب أن نتحدث بها أن هيئة التنسيق أن تتميز بتنسيق عالي، لكن رغم ذلك لم يلتزم أحد منهم بالنسب بالحصص بالواقعية المهنية المطلوبة للمؤتمر أو المطلوبة للتفاوض. ولذلك أنا قلت قبل قليل أن ذلك انعكس على العملية التفاوضية، النتائج التي يمكن أن تتمخض عن عملية التفاوضية انعكس على مستوى الوفد على مستوى الهيئة بشكل عام. أيضا هناك قضية غاية في الأهمية حقيقة، يعني كما احنا أنا لم أسمع عبد الجبار كما ماذا تحدث، لكن أقول لك يعني عندما سمعنا أن فلان وفلانة في المستقلين ثم يعني الحصص للمستقلين ثم الحصص الأقل للمستقلين ثم يعني لم يكن هناك حتى ثبات، يعني من وضع طبعا من وضع هذه الأسس، من وضع طريقة لم يكن يعني منصفا أو لم يكن دقيقا صائبا في عملية انتخاب يعني أو توزيع هذه الحصص أو حتى توزيع فرز هؤلاء الأسماء سواء كان على على يعني على المسميات الائتلاف أو الفصائل، يعني وبالتالي يعني في النهاية حقيقة دفع ثمن كبير جدا. على الأقل حقيقة زهوة التنظيم والتخطيط لهذا المؤتمر التي كانت غاية الروعة أعتقد أنها فقدت نتيجة هذه الاختيارات الخاطئة. وأنا أقول لك أكثر من ذلك، يعني عندما
ظهرت النتائج كان هناك يعني لا نقول لعب في النتائج لا نقول لعب إذا كنا لعب هناك اتهام لكن نقول يعني خطأ باختيار الأشخاص. وأنا تحدثت حتى بعد المؤتمر مع سيد الوزير أنا ذكرته له تماما يعني قلت له كان من المفترض المبدأ الذي اعتمد في بداية المؤتمر أن يكون التأكيد على القضايا المهنية أو على الكوادر المهنية وخرجنا نحن بكوادر أقلية يعني يجب أن يكون هناك ممثل أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة للأقلية الفلانية ممثل أو اثنين أو ثلاثة أربعة. القضية هذه من هنا بدأ الخطأ والخلل مما استدعى أيضا تلك المنصات أن تستغل حقيقة هذا الخلاف وتفرض ما تريد على المؤتمر وهذا كان أيضا كما تحدث لك طامة كبرى موسكو التي حضر منها واحد تفرض مقعدين ثم أربع مقاعد ثم بعد ذلك ثمان مقاعد يعني من هنا أعتقد أننا يعني دخلنا إلى نفق من الأخطاء بدأ يزداد ككرة الثلج المتبحر. طيب بالعودة إليك سيد حسن خالد أبا عضو مؤتمر الرياض ورئيس المكتب السياسي للجبهة الشامية قال خلال الندوة لا يوجد لدينا استراتيجية وقراراتنا دائما في الربع ساعة الأخيرة يعني تخيل يعني يكون ديمستورة حضر ما حضر وغيره ونحن لم نأخذ قرار حتى لا يعني ذلك أن المعارضة تتحمل الجزء الأكبر من كل الفشل الذي مر وبعدم تحصيل أي شيء من النظام وعدم إحراز أي تقدم النظام يتقدم على الأرض ويتقدم سياسيا بكل تأكيد هذا كلام صحيح وأؤكد ذلك بالقول ما بني على باطل فهو باطل. أليس من المهين جدا أن ثورة عظيمة كالثورة السورية بعد مرور سبع سنوات بعد تقديم مليون شهيد وأضعافهم من الجرحى وتشريد نصف الشعب السوري أن يذهب وفد مفاوض ليفاوض الخصم عمر هذا الوفد يومين أو ثلاثة. تصور قبل يعني هناك أعضاء من وفد المفاوض توجهت إليهم الدعوة قبل انعقاد المؤتمر بيوم واحد. أليس هذا معيبا؟ يعني لماذا لا النظام محنك سياسيا؟ لماذا لا يكون هناك مؤسسة كيان سياسي يمثل الثورة السورية يستمد شرعيته من الشارع السوري ثم هذا الكيان يفرز كيان تفاوضي مهني وهذه مسألة جوهرية. المسألة هنا يعتبرونها يعني الخطأ الذي مكمن الخطأ الذي أشرت إليه أن هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة كذلك تشكيل الكيانات السورية الرسمية هي تمت بإرادات غير وطنية أعني بالضبط أنها تمت بإرادات إقليمية ودولية فالذي محصصة يعني الذي دعا إلى مؤتمر الرياض هو وزارة الخارجية السعودية بناء على اختيارات وزارة الخارجية السعودية أو توكيلها الأشخاص تمت الدعوات لذلك عندما انعقد المؤتمر وجدنا هذا الخليط غير المتجانس ورأينا أيضا عندما تم الترشح لهيئة المفاوض وكأن القضية قضية مكسب قضية محاصصة وليست قضية تكليف وليست تشريف هذه هي الإشكالية لا يوجد هناك كيانات رسمية تستمد شرعيتها من عمق الشارع السوري وهي قادرة على إفراز وفود مهنية تستطيع يعني أن تبني أو المعايير التي تبنى عليها هذه الوفود هي معايير المهنية وليست معايير المحاصصة. طيب تحدث سيادة العميد معنا من الرياض أسعد الزعبي عن المنصات وأيضا في الندوة جرى حديث عن المنصات بما معناه أنه لم نتمكن من يعني كل ما يراد من هذه المنصات هو أنكم لا تشكلون جسم واحد وهنا لم يتمكن الجسم التفاوضي أو الهيئة العليا للمفاوضات من تذويب هذه المنصات ضمن جسم واحد وإلزامها ربما لو حدثنا بما يفيد الشعب السوري والقضية حبذا لو تحدثنا عن هذا الجانب. يعني أنا أشرت قبل قليل أن الرهان هو ليس على البيان الذي صدر عن مؤتمر الرياض وإنما عن الوفد المفاوض الذي سوف بالتالي يدافع عن هذا البيان أو يحاول تجسيد البيان على أرض الواقع. الحقيقة الأمر رأينا ضمن هيئة التفاوض أو ضمن وفد المفاوضات هناك رأيان متباينان وفق ما نراه على
وسائل الإعلام، هناك أشخاص يتمسكون بمحددات البيان ولا يمكن أن يفرطوا بأي شيء من ثوابت الثورة، وأولها هي رحيل بشار الأسد منذ بداية المرحلة الانتقالية، ولكن بالمقابل أيضا هناك أعضاء مستعدون للذهاب بالعملية التفاوضية بأي ثمن. الحقيقة هذه الإشكالية هي إشكالية سابقة، يعني هذه ليست خلاف في وجهة النظر السياسية فقط، وإنما مشكلة هي ظاهرة لسبب كامل لم يتم يعني البحث فيه منذ البداية. يعني هناك خطأ كبير أو يعني خلل في الوعي، في وعي الخصم، طبيعة وعي الخصم. يعني كيف وفد يفاوض يذهب الآن الشارع السوري منقسم، يعني منهم من يطالب مثلا برحيل بشار الأسد، ومنهم من لا يرى بأس في بقاء بشار الأسد مثلا بعض الوقت. هذه إشكالية تتعلق بالوعي السياسي، هناك شرخ في الوعي السياسي. حتى الآن نحن نذهب إلى نظام، نفاوض نظام، ولكن لم نتمكن من فهم الفهم العميق، فهم بنيته، بنية النظام العميقة، بنيته الأمنية وبنيته التكوينية. هذه إشكالية، يعني طالما نحن دائما نعالج المظاهر ولا نعالج الأسباب فهذه مشكلة. تمام، تبقى لدينا دقيقتين أو تبقى لدينا دقيقتان قبل الذهاب إلى الفاصل. سيادة العميد، بالعودة إلى المنصات وإلى هيئة التنسيق وإلى المفاوضات، أو بالأحرى أستنا، كنا نتحدث عن جنيف وتم الذهاب بعدها إلى أستنا، ما المراد من أستنا وما الجهات التي تقف وراءه وتدعمه؟ أنا أعتقد أنني حتى على محطتكم قبل فترة طويلة يعني ذكرت أول شيء ما يميز خاصية سلبية في ثورتنا المباركة أنها آنت الأمور إلى غير آلية، وبالتالي من ذهب إلى ستانة ذهب باتجاه خاطئ بالزمان الخاطئ، وبالتالي يزرع زرعا قاطئا بدايته مدود، يعني بدايته لا يصلح أن يكون في كريم أيام ثمرا، ولا يصلح أن يكون أيضا يعني بذرة لزرع قادم. وبالتالي بدأت من هنا عملية التسوس في القضية السياسية. أنا لا أعتقد أن أتحدث عن قضية عسكرية، فالقضية العسكرية لها تقييم آخر، إنما أتحدث عن قضية سياسية عندما يعني أومعت روسيا بعدد من رجالاتها بعدد من مطياراتها إلى قضية أستانا، وذهب البعض إن كان مضطرا أو مضطرا لا يهمني، لا أحد يضطرني في التنازع عن حقوق السوريين، ولكن طالما ذهب البعض فهناك بدأ حقيقة مسار خاطئ في العملية السياسية. ثم هذا المسار الخاطئ انتقل إلى جنيف من أجل أن يستفيد الصورة من هذه القضية تسمى أستانا، من أجل أن ينبلي بكل اجتماع يقولون أستانا حتى أصبحت أستانا، بس من أرح فرحين من نصف الجنيف، يعني لا يمكن العقاب بدون أستانا. طيب سنتحدث أكثر عن موضوع أستانا وعن جنيف وحتى عن سوتشي ومن المستفيد. أبدا محتما، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أيضا التي أصبحت حتمية، وهي أن الروس وهم المسؤولين عن الملف السوري، ولا يمكن أن يتم حل طيب. ولا يمكن أن يتم شيء، وبالتالي يجب أن نراضي الروس، فراضينا الروس بإدخال مجموعة من العملاء طيب. سنذهب مناسبة موسكو. جميل سنذهب، اعذرني سامحني سيادة العميد، سنذهب إلى فاصل قصير جدا ونعود بعدها معك لمتابعة تفنيد هذه الأمور جنيف تحديدا. مشاهدينا أبقوا معنا فاصل ونواصل. بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيادة العميد أسعد الزعبي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن أستانا، كيف أصبحت بلد شبيه بسم الله الرحمن الرحيم لمؤتمر جنيف، يعني لا ينبغي أن نبدأ جنيف بدون أستانا. طبعا السؤال هنا، أستانا حسب ما فهمت منك قبل الفاصل يراد بها قسم المعارضة إلى قسمين، شق عسكري وشق سياسي. طيب بالنسبة لجنيف، تحدثت وانتقلت إلى جنيف، ما المراد من جنيف سيادة العميد؟ يعني أولا أنت تقول أن يعني قسم المعارضة السياسية، قسمت السياسيين إلى سياسيين فسياسيين فسياسيين، وقسمت العسكريين إلى أجزاء فأجزاء فأجزاء الأجزاء.
هذا يعني هذه حقيقة. وقلت أنا أنه قضية أصبحت أنه طالما روسيا وهي التي يعني مشرفة على الملف السوري فهذا يجب أن يجب نقوم بإغواء موسكو إما بالذهاب إلى موسكو أو القبول بشروط موسكو أو القبول بما ترضاه موسكو، حتى وصلنا إلى مرحلة أن موسكو انتقلت من ضبع كاسر مفترس وحش إرهابي إلى دورة ضامنة، حتى لو قتلتنا، حتى لو دمرت الغوطة، حتى لو قصفتنا بألاف الطائرات بالقاذفات أصبحت دولة ضامنة، لا يمكن أن نقول غير ذلك لأننا نريد رضاها. أيضا امتدت الأمور إلى أكثر من ذلك، أنه دخلت منصة موسكو وهم عملاء النظام وأبناء النظام وهم أوسخ من النظام أقول لك حقيقة يعني، وهذه كلمة لن أصحي فيها أمام أحد يعني، الشعب السوري كله يرفضهم والمعارضة السورية كلها ترفضهم، ورغم ذلك بوقاحتهم وانضموا إلى الهيئة بوقاحتهم على المؤتمر الصحفي أحدهم يقول نحن لا نتحدث في مقام الرئاسة، وكأن الرئاسة تهمنا، هذه الرئاسة نحن لا نعترف عليها، كل دول العالم تعترف عليها. إذن هذه القضية. القضية الثانية بجنيف، ما انتقل إلى جنيف هو أسوأ. الآن نحن بجنيف لا نتحدث عن مبدأ التفاوض، مبدأ التفاوض ينطلق من معيار جنيف واحد، القرار 2118 هنا يبدأ التفاوض، هذا هو المبدأ. المبدأ ليس أن نتفاوض بسلة الأربعة أو سلتين بانتخابات الدستور، هذا يعني نحن تعدنا عن المبدأ، وابتعادنا عن المبدأ هو عبارة عن خسارة كبيرة لنا، سندخل في متاهات هائلة جدا، وأعتقد أن يعرفون ذلك يعني أعضاء الذين ذهبوا بالفئة أو الوقت بدأوا يدركون أنهم دخلوا في متاهات لا حول لهم ولا قوة فيها. كيف أنا أناقش سلة الدستور وسلة الانتخابات وهما مرفوضتين من قبل بالمبدأ في مبدأ التفاوض 2018 يقول الهيئة الحاكمة الانتقالية هي التي تتولى عملية صياغة الدستور والانتخابات، يعني بعد أن يرحل هذا النظام الفاجر. اليوم نحن خرجنا عن هذا المبدأ. ثانيا الانتخابات أي تشرد في أصقاع الأرض، من يستطيع أن يأتي إلى صندوق من أجل أن ينتخب أو لا ينتخب؟ حتى قضية الانتخابات باطلة لأنها ستبنى على باطل، لأنها ستبنى كما بنيت أتيتانا كما يتحدثون الآن عن سوتشي وغيرها. طيب شكرا لك، أنتقل لك سيد حسن. استمعت إلى ما قاله سيد العميد. بالفعل الدستور يعني النظام بارع في اللعب على 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 مليون حبل وحبل. الدستور بحط دستور على كيفه، هذا لا يعني انتقال سياسي، يعني سيبقى النظام، وحتى الانتخابات أيضا سيبقى النظام حتى وإن أتى بالأمم المتحدة ومراقبة. الشعب السوري سوف يبقى خائفا في الداخل لأنه موجود، يعني هذا الشبح الذي أرقه منذ 40 عام. هنالك قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يحمل رقم 2254، لماذا لا نضغط بهذا الاتجاه لتطبيق أي قرار؟ لأنه القرار واضح بداية انتقال سياسي، ولا يرجع نظام الأسد أو وفد النظام يقول أنتم تحطوا شروط رحيل الأسد وما رحيل الأسد. لا أخي، نحن بدنا هالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي طبقوا لنا. يعني يجب التمييز أولا بين الالتزام بالمرجعيات الدولية، سواء قرار جنيف 1-2012 أو القرار الدولي 2254، يعني يجب التمييز بين هذا المسار وهذه المعطيات وبين ما يجري على أرض الواقع. نحن نعرف أن الصراع بين قوى الثورة في سوريا مع النظام وحلفائه لا تخضع للمرجعيات الدولية أو لا تحتكم إلى المرجعيات الدولية النزيهة، وإنما هناك قوى متنفذة تحاول التحكم بهذا الصراع، وعلى رأسها حليف النظام هي روسيا. روسيا عنصر معطل يعني في مجلس الأمن. الآن النظام يفعل كل ما يفعله نتيجة شعوري بأن هناك من يحمي سلوكه على أرض الواقع، لذلك هو يتحدى كل القرارات الدولية. وتأتي روسيا 9 مرات اتخذت حق النقض الفيتو في مجلس الأمن، هو ينتهك أو هو يفعل كل ما يريد أن يفعله، يعني لم يتورع عن استخدام الكيميائي مرة ومرتين وثلاثة، لم يتورع عن ارتكاب أبشع جرائم بحق السوريين لشعوره الحقيقي بأن هناك من يحميه. وجود روسيا لحماية نظام بشار الأسد هي لا تحميه فقط أيضا من قوى الثورة، هي تحميه من المجتمع الدولي، لا تطاله عقوبات المجتمع الدولي، لا تطاله الإرادات الدولية من خلال الحماية الروسية. هذه الإشكالية تحمي سياسيا وعسكريا بالذات. المشكلة أن معايير سلطة الأمم المتحدة كمنظمة دولية، المعايير الدولية سواء كانت معايير قانونية أو معايير أخلاقية، هذه كلها لا تأخذ بعين الاعتبار. ما يؤخذ بعين الاعتبار مع كل أسف هو حيازة القوة على الأرض. إن لم يكن هناك معادل موضوعي على الأرض
بحيث يعني يشكل قوة معادلة للقوى الروسية، أو هناك نوع من توافق المصالح بين قوى الثورة في سوريا والدول المتنفذة الأخرى، فلا يمكن تعديل موازين القوى، لأن الصراع في النتيجة كما يعني نعلم جميعا ولا نأتي بجديد إن قلنا إن الصراع على الأرض السورية هو صراع مصالح إقليمية ودولية، والجهات التي تتصارع على الأرض السورية لا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية السورية، وإنما تأخذ مصالحها بالدرجة الأولى. طيب سيادة العميد، استمعت أيضا ما قاله السيد حسن هنا، كيف يمكن الاستفادة من الأخطاء السابقة، وما هي الأوراق المتبقية لدينا في جنيف 8 أو حتى إن تم الضغط نحو سوتشي؟ ماذا لدينا من أوراق والنظام يتقدم على الأرض كلما مر الزمن؟ أولا إن تحدثنا عن الأوراق فالأوراق كثيرة، ولكن للأسف لا يوجد من يستطيع أولا تنظيم هذه الأوراق، ثانيا الاستفادة من هذه الأوراق للأسف الشديد. كيف؟ اثنين، الحقيقة الثانية المرة أيضا، يعني أننا هذه الأوراق لا استفدنا منها، لا يوجد ذلك الترابط الذي من المفترض أن يقوم العسكري لتجهيز هذه الورقة وامتلاكها ثم تقديمها للسياسي، لأن تلك العلاقة مفقودة إما بفعل فاعل أو مفقودة بفعل عدم الثقة ما بين الجانب العسكري والمدني السياسي أقصدنا طبعا يعني. تمام. وحتى لو كان هناك يعني بدأ بعض يعني الروابط البسيطة، أعتقد أنها حتى بمرحلة أشيتنا ومرحلة رياض يعني رياض 2 وما بعد، هذه المرحلة التي بدأت فيها كثير من يعني كما يقال يعني المناقشات الكثيرة وزرع الشكوك وزرع حالة الثقة إلى الرفوف، أعتقد أن ذلك أيضا بدأ واضحا أن هناك شرخا كبيرا، وأنا كعسكري سافرت من أحد أوراق التفاوض والبدائل لا يستطيع أو لا أريد أن أعطيها للسياسي، لأن أرى فيه فاشلا، أقرأ فيه رجلا فاشلا، وهو أيضا اليوم هو يقرأ في الإنسان العسكري في الداخل رجلا فاشلا. إذا نحن بحاجة إلى إعادة الثقة أولا بالداخل، ثم إعادة الثقة بالخارج الذي بدأ مريضا، الإئتلاف لم يتغير، الهيئة تغيرت ولكن تغيرت بشروط، وشروط حقيقة يعني ليست مريحة للجميع، ليست موضع صدق عن الآخرين. أيضا لم يتحدث حد أحد عن أخطاء، يعني مع الأسف الشديد أنت تعلم أن يعني أصبحنا تماما كنظام، يعني من له وظيفة منصب يجب أن يتمسك به، وهذا أصبح حقا شرعيا، يعني ما حصل كما حصل باختيار الوفد أو كما حصل باختيار الهيئة أو في بعض الشخصيات التي تحدثت بملء فيها أنه لابد أن أكون بالوفد رغم أنوفكم سواء قلتم ما أو لا. إذا هذه اللحمة التي يجب أن تتواجد بين السياسيين العسكريين تحتاج حقيقة إلى معالجة كبيرة جدا من أجل تجهيز التربة المناسبة لاستغلال البدائل الموجودة في الداخل. وأنا هنا من موقع العسكري العارف في الداخل أؤكد لك أن البدائل العسكرية كثيرة، وهي التي تعطينا بدائل سياسية واضحة وقوية. إن لم نستطيع زرع تنظيف هذه البيئة بشكل جيد من أجل استقبال يعني زراعات حقيقية نستفيد منها، لم يكن هناك أي ثمر، على الأقل لم يكن هناك ثمر في المستقبل القريب. ثم ما ترتعد فينا الأيام إلى كثير من العنف والمزيد من إطالة الحرب، وهذا غرض النظام. لكن في النهاية يعترف الجميع أيضا أن النظام لا يوجد نظام يا أخي، هذه لعبة دولية، علينا نحن أن نكشفها للعالم أنها لعبة دولية، وإن كان يعرف العالم بس لابد من التأكيد عليها، أن النظام فاشل وانتهى وإيران فاشلة وانتهت وكلهم كلهم ضعفاء. وانظروا إلى كثير من مواقع العمل العسكري والاشتباكات، هل استطاع النظام أن يدخل جوبر أو عربين أو عين ترمة أو تلك المناطق؟ لماذا؟ لأن النظام عاجز والثورة قوية والثورة واقفة وصامدة، وروسيا أيضا تسارع الزمن من أجل أن تخرج من سوريا. كل هذه حقيقة عبارة عن حقائق تدفعنا إلى استثمار كثير من البدائل العسكرية التي تعطينا أيضا بدائل سياسية. طيب بسؤال أخير والوقت يتداركنا، السيد حسن النيفي، أغلب المشاركين في الندوة تحدثوا أن أصبحنا الآن نتحسر على نقاط ديمستورا الست، هل سوف نتحسر في سوتشي ربما على أستانا؟ أنا لست مع هذا الطرح. يعني نحن نمتلك نقاط قوة كثيرة، المشكلة هي ليس أننا تمسكنا بثوابت ولم نكن مرنين مع المعطيات تلك.
لكن المشكلة هي في عدم استثمار هذه الثوابت. الآن ربما المعارضة لا تملك خيارات عديدة أو أمامها خيارات ضيقة، ولكن الشعب السوري أمامه خيارات كثيرة. ثق تماما أن نظام بشار الأسد الآن، أحد هذه نقاط القوة التي يمتلكها الشعب السوري، أن نظام بشار الأسد لولا الرعاية الروسية والإيرانية المستمرة له لما استطاع أن يصمد إلى الآن على الإطلاق. السؤال الآن إلى متى ستستمر روسيا في دعم في, في, في دعم النظام وحراسة نظام بشار الأسد؟ ثم أنه لو يعني أنا كلامي هذا أرجو أن لا يؤخذ من باب المزاودات، وإنما أقوله حقيقة. شعب السوري شعب عظيم، والله لو اجتمعت أمم الأرض على أن تبقي بشار الأسد لن يقبل به الشعب السوري. أشكر جزيل الشكر، أرجو أن تبقى معي بعد فصل قصير سوف نذهب إلى ملفنا الثاني، وأنتم مشاهدينا الكرام وسيادة العميد أيضا أرجو أن تبقى معي. شاهدينا لا تذهبوا بعيدا، فاصل ونواصل. أهلا بكم من جديد. تشهد مناطق ريف حماة الشرقي معارك على أكثر من محور، حيث تمكن تنظيم الدولة من فرض سيطرته على عدة قرى في المنطقة بعد معارك مع هيئة تحرير الشام أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين، فيما تحاول قوات النظام التقدم بغطاء جوي من طائرات روسيا الحربية باتجاه بلدة الرهجان شرق حماة وقرية أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي. نتابع معا هذا التقرير ونعود إلى النقاش. كيلومترات قليلة تفصل تنظيم الدولة في ريف حماة الشمالي الشرقي من توسيعة مناطق نفوذه والدخول إلى محافظة إدلب، توسع أثار العديد من الأسئلة حول قدرة التنظيم على القتال، وهو المحاط بمناطق تسيطر عليها قوات النظام وهيئة تحرير الشام. ولم تستبعد مصادر عسكرية تلقي التنظيم دعما من قوات الأسد لأجل الدخول إلى إدلب. مصادر محلية أشارت إلى وصول مقاتلين من تنظيم الدولة كانوا شرق سوريا إلى مناطق المواجهات في ريف حماة الشمالي الشرقي، ورجحت المصادر وصولهم من طريق البادية الذي تسيطر عليه قوات نظام الأسد، ليفرض التنظيم بعدها سيطرته على بلدات رسم الأحمر وأبو خنادق وأبو حية بعد معارك مع عناصر هيئة تحرير الشام أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين. إلى جانب معارك تحرير الشام مع تنظيم الدولة، تحاول قوات النظام وبدعم من طائرات روسيا الحربية توسيع دائرة سيطرتها في ريف حماة الشرقي، مستغلة المعارك الدائرة بين الهيئة والتنظيم. فقوات النظام حاولت التقدم في شرق حماة من عدة محاور باتجاه بلدة الرهجان مسقط رأس وزير دفاع نظام الأسد والبليل وقصر علي باتجاه قرية أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي، وتمكنت قوات النظام من السيطرة على قرية الشاكوسية لساعات قبل أن تستعيدها تحرير الشام وفصائل الجيش الحر المتحالفة معها. وأعلنت تحرير الشام قتل عدة عناصر من قوات النظام بعد استهدافهم بصاروخ تاو. وتزامن الهجوم مع قصف مكثف من قبل قوات النظام بالمدفعية والصواريخ على مواقع الثوار، كما كثف الطيران الحربي الروسي غاراته الجوية على منطقة الرهجان في ريف حماة الشرقي، واستهدف القصف الجوي أيضا مقرات جيش العزة وجيش النصر في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي المشاركان إلى جانب تحرير الشام بمعارك شرق حماة. ينضم إلينا الآن عبر سكايب لمناقشة الأوضاع في ريف حماة الشمالي الشرقي محمود الحموي الناشط الإعلامي من هناك. أهلا بك سيد محمود على شاشة حلب اليوم. بداية حدثنا عن آخر تطورات المعارك هناك في ريف حماة الشمالي الشرقي. أهلا بكم أخي الكريم. منذ قليل فقط قبل اتصالكم أردنا نبأ عاجل بأن ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على قرية بليل وعلى تلتها الاستراتيجية. على قرية؟ طبعا بعد معارك بليل وتلتها الاستراتيجية. قرية بليل نذكركم بها أن هي تقع على مسافة أقل من 2 كيلومتر ما بينها وما بين قرية الزغبة العلوية.
حيث كان الثوار بتاع يعني المسافة التي تفصل بينهم وبين ميليشيات النظام قرابة 800 متر فقط. اليوم منذ ساعات الصباح الأولى والمعارك ضارية وقصف جوي غير مسبوق، تم رصد أكثر من 40 غارة جوية لطيران العدوان الروسي والقصف المدفعي والصاروخي من لميليشيات النظام من الحواجز، سواء كان في الزغبة في الطليسية ومن اللواء 66 على قرية بليل وعلى تلتها وعلى شطيب. الهجوم كان واسع في الحقيقة، كان هجوم واسع على طول الجبهة الشرقية على محور بليل من الزغبة، كان هناك هجوم على بليل وتلتها وباء بالفشل، ولكن منذ لحظات وردنا نبأ أن ميليشيات النظام سيطرت عليها. وهناك هجوم آخر أيضا من على محور شطيب من قصر علي، تمكنت الثوار والمجاهدون من صد هذا الهجوم الذي قامت به ميليشيات النظام، ولكن حتى هذه اللحظات بحسب ما وردنا أن المعارك ضارية ومعارك عنيفة جدا، ولا يسمع إلا أصوات الرشاشات ودوي الانفجارات. يعني لربما باتت ميليشيات النظام على مشارف هذه القرية، ولكن لا تزال القرية الصامدة ولا تزال الاشتباكات على مشارفها. على محور الرهجان طبعا تمكنت ميليشيات النظام من السيطرة على، بعد أن دهمت قرية الرهجان وقرية أم الميال والشاكوسية، تمكنت من السيطرة على قرية الشاكوسية، ولكن بهجوم معاكس تمكن المجاهدون من إعادة الكرة عليهم وسيطروا على قرية الشاكوسية وباتت تحت سيطرتهم. ولكن في الحقيقة لا تزال المعارك أيضا في محيط قرية الشاكوسية وهم في محيط قرية الرهجان، حيث تستميت قوات النظام على الأرض من أجل السيطرة على قرية الرهجان وعلى أم الميال وكذلك على الشاكوسية. طبعا هناك قصف جوي غير مسبوق لطيران العدوان الروسي على طول الجبهة، استخدمت فيها الصواريخ العنقودية والصواريخ الارتجاجية وكذلك الصواريخ الفراغية، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي لميليشيات النظام من كل الحواجز قرية ناحية السعد وكذلك اللواء 66 المتواجد بالقرب من ناحية الحمراء. طيب، كل هذه الغارات من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي أو الاحتلال الروسي إن صح التعبير على قرية الرهجان تحديدا وأبو دالي، لماذا برأيك، ما الأهمية الاستراتيجية لبلدة الرهجان في حال توصل النظام أو استطاع النظام الوصول إليها؟ أخي الكريم، بالنسبة لقرية الرهجان هو الهدف الأسمى لجيش النظام قرية الرهجان، حيث طيران العدوان الروسي يقوم بالغطاء الجوي وكذلك ميليشيات النظام بالغطاء المدفعي والصاروخي وقوات البرية تزحف على الأرض. قرية الرهجان هي مسقط رأس وزير دفاع النظام، وهذه القرية منذ فترة طويلة وتحاول ميليشيات النظام استعادتها. فقوات النظام إذا تمكنت من السيطرة على قرية الرهجان، هذا يعني القرى التي من حولها هي معظمها قرى صغيرة تعتبر ساقطة ناريا ومعنويا، يعطي زخم للنظام ربما بتقدم أكثر من ذلك، ولكن هو يعتبر الهدف الأسمى له هو قرية الرهجان. أما بالنسبة لأبو دالي، أبو دالي هي المرة الأولى في تاريخ الثورة تسقط أبو دالي، كذلك الرهجان. أما أبو دالي يعني طوال سنوات الثورة وهي عصية في الحقيقة على المجاهدين وعلى الثوار، ولكن بعد أن تمكن المجاهدون من تحريرها وإحكام السيطرة عليها، هناك يعني كل الميليشيات الداخلية إضافة إلى الميليشيات التي جلبها النظام، الميليشيات الشيعية، ميليشيات أحمد درويش، ما يسمى ميليشيات النبر، ميليشيات المخابرات الجوية، كل هذه الميليشيات خالد الظاهر، كل هذه الميليشيات تعمل مع بعضها البعض من وتكاتفت مع بعضها من أجل تحرير قرية أبو دالي. طبعا هناك تعزيزات كبيرة وصلت من ميليشيات شيعية أيضا من أجل الوصول إلى قرية أبو دالي. طيب، ماذا عن مطار أبو الظهور وما هي خطط النظام لهذا المطار؟ هل يستطيع النظام الوصول إليه بهذه السهولة؟ أخي الكريم، حتى الآن يعني النظام حتى إذا وصل إلى قرية الرهجان ووصل إلى أبو دالي وصل إلى الخط الذي كان عليه، يعني من الصعب جدا، ليس من السهولة بمكان من هذه الإمكانيات التي فيها النظام، وهذا الانتصار الذي وصل إليه يعني أن يصل به إلى مطار أبو الظهور هذا غير كافي على الإطلاق. بس ولكن في الحقيقة يعني بات شيء يعني نراه جديدا، يعني هو طيران العدوان الروسي، يعني الانفجارات التي تحدثها يعني طيران عندما يقصف قرى ريف حماة الشرقي، هناك ميزة جغرافية ربما تختلف عن غيرها. طيب، يعني القرية نتحدث عن قرية بليل ربما هي 50-60 منزل فقط، يعني دمرت بالكامل. طيب، هذا يعني في الحقيقة بات الصمود صعب في هذه القرى الصغيرة. شكرا جزيلا لك سيد محمود الحموي الناشط الإعلامي، كنت معنا من ريف حماة. أعود إليك أستاذ حسن، النظام يحاول التقدم صوب إدلب ويحاول دخولها على ما يبدو عاجلا أم آجلا، ألا يعتبر ذلك انتهاكا أولا لاتفاق خفض التصعيد وبه دول يعني راعية لهذا الاتفاق، منها دولتان إيران وروسيا وهما راعيان للنظام؟
يعني قبل البدء بالإجابة على هذا السؤال، يجب أن نؤكد أنه صحيح إيران هي دولة ضامنة بالإضافة إلى تركيا وروسيا، ولكن إيران هي ليست إطلاقا مع مناطق خفض التصعيد، هي ضمنا، هي شكلا دولة ضامنة، ولكن ضمنا هي طرف مع نظام بشار الأسد. بل دعنا نقول أن الآن الذي يدفع النظام باتجاه هذه الخطوة، باتجاه التصعيد العسكري وخاصة من ريف حما الشرقي انطلاقا نحو أدلب، هو الجهة الإيرانية. والذي يدفع إيران إلى التلكؤ في المفاوضات جنيف هو الجهة الإيرانية. الإيرانيين وكأنهم يقولون لبشار الأسد، أنت تسيطر الآن على المساحة الأكبر من سوريا، ما تبقى بيد المعارضة هو عبارة عن جيوب، أنت عندما تحكم قبضتك على هذه الجيوب فأنت بغنى عن جنيف وبغنى عن كل شيء. إضافة إلى ذلك، بشار الجعفري في الجولة السابقة في جنيف قال مسألة، وهي مسألة يعني يجب الانتباه إليها، قال بأن الوسيط الدولي لم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي تمت بين جنيف 1 2012 وبين الوقت الراهن، بمعنى أن المعطيات التي تغيرت هي التغيرات الميدانية التي حصلت على الأرض، بمعنى أننا الآن سيطرنا على مساحات واسعة على الأرض، وبذلك يجب أن تأخذوا هذا بعين الاعتبار. إذن المعيار الأول والأخير بالنسبة للنظام بشار الأسد هو المعيار أو الحل الأمني الذي يعتمد على سيطرته على الأرض، وهذا أيضا ينسجم مع الاستراتيجية الروسية التي بدأتها منذ أيلول 2015 عندما تدخلت جويا بشكل فاعل لمصلحة النظام، أي مشاغلة المجتمع الدولي بالمفاوضات وبمسار جنيف وتارة أستانة، ولكن على الأرض هو حيازة الأرض، فعل ما من شأنه أن يحقق السيطرة للنظام على الأرض. أنت تحدثت منذ قليل في بداية الحلقة عن مؤتمرات جنيف ومسارات المفاوضات، قلت يجب أن يكون هنالك معادل على الأرض لسير المفاوضات، وهذا المعادل ينعكس بحسب السيطرة على الأرض. بدقيقة واحدة، في حال تقدم النظام في إدلب، هل سيذهب النظام إلى أي مفاوضات أو سيفاوض، أم أنه سيقول يعني أنا انتهيت؟ النظام هو لن يفاوض سواء سيطر على إدلب أم لم يسيطر عليها. النظام أي حديث يتناول مصير النظام أو انزياح النظام عن الحكم فهو لا يتعاطى مع هذه المسألة على الإطلاق. النظام والله لدي يعني يقين لو ذهبت إليه المعارضة وسلمت بكل شيء بكل شروط هو لن يقبل، هو يقبل بشيء وحيد فقط، أن يبقى هو على رأس السلطة ولا شيء سوى ذلك. نظام بشار الأسد نظام عقيم لا يمكن أن يتفاعل مع أي حل للقضية السورية. نظام بشار الأسد هو بحاجة إلى من يقتلع جذوره بالقوة، نحن لسنا بحاجة إلى من يستجدي النظام أو يضغط على النظام بالمفاوضات، نحن بحاجة إلى المجتمع الدولي عبر المنظومة الدولية أن تساعد الشعب السوري على اقتلاع نظام بشار الأسد. شكرا جزيلا لك. الأستاذ حسن النيفي، العضو المكتب السياسي لحزب نداء والمحلل السياسي أيضا، شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا للعميد سعد الزبي المحلل العسكري والاستراتيجي كان معنا من الرياض في ملفنا الأول، والشكر أيضا للناشط الإعلامي محمود الحموي كان معنا من ريف حما عبر سكايب. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، لكم من كل المحبة، دمتم بخير.